السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة ساموس. اليوم سوف نتعلم من سلسلة تعلم نظام لينكس في الحلقة 16 طريقة تقصير الأوامر وكتابتها بالطريقة الخاصة أو جعلها كمتغير مؤقت أو ثابت، مثلا فار في النظام. أولا نقوم بالتعلم من طباعة المتغيرات النظام أو الفارمنت لمشاهدة جميع المتغيرات. اليوم حلقتنا سوف تكون فقط عن الشيل أو Command Line Interface في SCMD. نقوم بطباعة مثلا Display. هنا Display تعتبر بمثابة متغير. نقوم بعمل إيكو لطباعته أو لاستدعاء. نقوم بوضع إيكو، بعد إيكو نقوم بوضع علامة الدولار ثم باس. نقوم بعد باستدعاء display، وهنا ملاحظة نكتب display فقط في الحرف الكابيتال أو كما تكون مكتوبة، لأن نظام لينكس أساس من ناحية الحرف يكون كبيرة أو صغيرة. كما ترون الناتج هو 0.0. لنتأكد نقوم بعمل environment. أولا نقوم بالعودة إلى الأعلى كما تشاهدون 0.0، ونستطيع استدعاء أي أمر. نقوم بعمل clear، وثم هنا الآن سوف نقوم بعمل فار أو متغير، وهذا المتغير مؤقت. مثلا نقوم بتسميته EW وثم علامة يساوي ونضع اقتباس، وهنا نضع اقتباس لكي لا نقع فيها لقطة، نستطيع من كتابته من دون علامة اقتباس. نضع اقتباس وثم نقوم بكتابة ما نريد وثم نقوم بعمل إنتر. وهنا ملاحظة أيضا عندما نقوم بإعادة تشغيل النظام أو ريستارت إلى النظام، هنا يقوم بحذف هذا الفاريبل أو المتغير لأنه مؤقت. هنا لعمل لطباعة هذا المتغير لطباعة إكسيرمس ساعات شاب نقوم بكتابة إيكو وثم أيضا EW هنا كما تشاهدون إكسيرمس ساعات شاب، وننصحكم أن تقوموا بالتجربة بأنفسكم بعد انتهاء هذه الحلقة وبعد التعلم. الآن نشاهد الانفايرمنت أو جميع المتغيرات، أو لتسهيل الأمر نقوم بعمل انفايرمنت ثم كريب إدبل وثم إنتر. كما تشاهدون لا يوجد الناتج، لماذا؟ ولنتأكد كذا. كما تشاهدون إدبل أيضا لا يوجد، لماذا؟ لأن هنا هذا المتغير مؤقت، أي عندما نقوم بإعادة تشغيل النظام يقوم بحذفه، أو هنا هذا المتغير غير ثابت في الانفار. لكي نثبته نقوم بعمل export تصدر المتغير في الترجمة، تصدر المتغير أو لعمل تحديث للانفارمنت. الآن قمنا بإكسبورت لتحديث النظام. الآن نقوم بعمل انفارمنت وثم إكريبت EW في الخطأ. هنا إكسبورت لم نقم بتحديث اسم المتغير EW، نقوم بتحديث اسم المتغير. ننصحكم أيضا أن تخطوا في هذه الأوامر لكي تتعلموا من الأخطاء، وفي التجربة العملية لا تقوموا في أي التجربة الوقت. هنا بعد أن قمنا بتصريح أو بتحديث النظام نقوم بعمل environment وثم إكريبت عرض المتغير إدب. الآن كما تشاهدون يقوم بعرض المتغير. الآن نقوم بعمل clear وثم إيكو لطباعة المتغير EW. كما تشاهدون المتغير موجود، أو لعمل environment create EW مثلا، أو نقوم بعمل متغير آخر عبر export. نقوم بعمل export وثم EM مثلا يساوي مثلا 500. نقوم بالنقر على enter، قام بتصدير متغير EM. الآن environment لنتأكد، كما تشاهدون EM تواجد EW و EM. نقوم بطباعة، نقوم من كتابة ECO وثم EW وثم EM. هنا أعطانا خطأ وقد قام بطباعة، لماذا؟ لأن لم نقم بوضع علامة الدولار، وهنا قام بطباعة. كما تشاهدون سمت ساعات شل 500 كما تشاهدون هنا. ونلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة. وهذه كانت الحلقة 16، نلقاكم في حلقة 17. مع السلامة، ونتمنى لكم الاستفادة.